تشتد المنافسة بين المشتركين بعد ما بدت مرحلة جديدة من مشروع شيف، وهي مرحلة الإقصاء. ومثل ما شفنا بالحلقة السابقة، كانت المنافسة شديدة بين المتسابقين، خصوصاً بعد ما دخلوا المرحلة حاسمة تفصل المتسابقين إلى منطقتين، وهي الأمان أو الخطر. والتنافس كان على أشدة بالمطبخ المكسيكي بين الطبخات اللي تقسمت على المتسابقين عن طريق القرعة اللي جرت عليهم، وهي الكاسادية والفاهيتة. والمتسابقين بذلوا كل جهدهم حتى يحققون النجاح بهاي المرحلة الصعبة. أما لجنة التحكيم بعد ما ذوقوا الأطباق، كانت أراءهم متباينة بين اللي عجب الأطباق وبين اللي عنده ملاحظات كثيرة. كتيست داخلي أنا عجبني. عندك الاستواء مع الدجاج بصراحة 10/10. للأسف أنا ظلمتك بهذا الطبق. أما شيف محمد بن داري يحاول قدر الإمكان مساعدة المتسابقين حتى يخلصهم من مرحلة الخطر من خلال ملاحظاته اللي ينطيهم إياه بعد التيست. إزاي أنتوا واخدين محاضرات في الكلام ده وما بتطبقهوش؟ في وسط، عارف أنا لو أنا طلعت ونزلت وبعد كده حافظت على مستوى وسط أنا ناجح. الغرض من الكلام إن أنا أركز في الأيتم اللي أنا شغال فيه، أركز في شغلي. وهسه كل المراحل اللي راحت كانت عبارة عن تجارب وتدريبات حتى يتأهلون لهاي المرحلة اللي هي أصعب مرحلة بمشروع شيف، وهي مرحلة الإقصاء. برأيكم منو اللي راح يبقى ويتجاوز مرحلة الخطر، ومنو اللي راح يتم إقصاءه بهاي الحلقة؟ خلونا نشوف. يا مساء الخير على كل مشاهدي قناة يو تي في، حلقة جديدة من برنامج مشروع شيف. اليوم الحلقة مو مثل أي حلقة مرت، بس ليش؟ لأن حلقة اليوم تحتوي على 6 مشتركين فقط، واللي هم في مرحلة الخطر. مشتركين 6 اللي تم اختيارهم في الحلقة السابقة. يوم عن يوم دا نشوف الاختبار دا يكون أصعب وأصعب على المشتركين، ودا يشوفون خطورة الموقف كل اختبار قادم. حتى نعرف شنو راح يكون اختبار اليوم للمشتركين 6، أطلب من لجنة التحكيم يتفضلون إلى مصنع مشروع شيف. أهلاً وسهلاً. أهلاً نبه. حتى نعرف شنو راح يكون اختبار اليوم للمشتركين 6، أسأل شيف سوادي عن اختبار اليوم شنو راح يكون. تفضل شيف. نعم نبه. احنا صراحة كثير اختبارات صارت عندنا، بس وصلنا مرحلة لازم شوية نقسى على نفسنا بالاختبار. لازم اليوم تكون أحقية هنا لكل طبق يقدموه. احنا اليوم محاسبين امام جمهور ومحاسبين امام الله بان ننطي شيء صحيح، وهذا التحكيم لازم باكر او بعد باكر انه يطلع منا يعرفون احنا تحكيمنا شنو كان. الستة النومني اللي موجودين اللي هم في مرحله الخطر راح يكون عندهم اختبار من احد الاطباق الغربيه اللي هو سكالوب دجاج، فقط سكالوب دجاج مع الخضروات السوتيه المرافقة اللي راح تكون بنفس الطبق. شكراً لك شيف. شكراً لك سوادي. طبق اليوم راح يكون للمشتركين 6 سكالوب دجاج. خليني أسأل شيف حيدر. شيف حيدر، شلون لجنة التحكيم اليوم راح تقدر تميز ما بين طبق وطبق للمشتركين 6، واللي كلهم راح يسوون نفس الطبق؟ اللي هم المشتركين 6 بمرحلة الخطر، شلون راح نقدر نميز بين طبق وطبق كلجنة تحكيم؟ راح اليوم نميز بين طبق وطبق هو التيست والتكنيك العالي. الطبق السكالوب هو جدا سهل
واذا اليوم ما توفقوا المتسابقين هاي كارثه. شكرا لك شيف حيدر. خليني هسه اسال شيف بشير، طبق اليوم هل راح يتوفق به المشتركين الستة حسب توقعاتك يا شيف بشير؟ السكالوب يحتاج حرارة معينة، وإذا كانت هم حرارتهم أكثر من حرارة الزيت فما راح يتوفقون، فلازم يركزون على الحرارة اللي راح يشتغلون بيها والتكنيكات اللي راح يسووها. شكراً لك يا شيف بشير. مشاهدينا عرفنا طبق اليوم، عرفنا آراء لجنة التحكيم، خليكم ويانا حتى تشوفون شلون راح تكون حرارة مصنع مشروع شيف للمشتركين الستة اللي هم بمرحلة الخطر. خليكم ويانا حتى تشوفون شلون راح تكون الأجواء. مشتركي مشروع شيف اللي في مرحلة الخطر، تفضلوا على المصنع. شباب، أطلب من عندكم موضوع واحد، هو مرحلة اليأس عفوه. أنتم منجمين، ترى أنتم دخولكم المصنع مشروع شيف هو نجوم، فلا تيأس نهائيا. عندكم اختبار حلو اليوم، وأكيد كلكم مشتغلين به، وكانت أكو عليه دورات حلوة اللي هو طبق سكالوب دجاج مع المرافق لتكون خضروات سوتيه فقط. حافظ على هدوءك، الوقت عندك 40 دقيقة فقط. أوكي شباب، أريد من يومكم التركيز، وكل الكلام كل المسابقات اللي فاتت عفوها وراكم، ابدأ من اليوم تحدي جديد. هذا هو اليوم الحاسم لكم، لازم تركزون كل زين، وانت تحدد مصيرك بهاي الساعة. شباب، ويا الجرس يبدأ العد، عندك 40 دقيقة. اوكي انطلاق. جهز الطحين البيض والبقسام، الدجاج عندي متبل جاهز، المي ما سويته والزيت كله حار، مستوى حار، حرارته زينه، ما ضل شيء ان شاء الله، بس اتبل الدجاج وبقسمه ادبه بالزيت. مرحلة الخطر احنا في هاي المرحلة لازم ابذل كل جهدي بها، يعني اذا اقل خطأ بعد خلاص يعني اودع، فذبيت كل جهدي بها. كان عندي سكالوب دجاج، رحت على السريع دقت جرس، اخذت الدجاج بسرعة، اخذت المواد الادوات اللي احتاجها، الجدر والطاوة شوية عميقة حتى اخلي بها الزيت، والجدر خليت بماء حتى استقي السوتيه وياه. اخذت الصدر قطعته بالنص، ورحت جبت الطحين والبيض والبقسام وخليته، قطعت الدجاج خليته ببلانك وتبلته على السريع، اخذت البلانك كله نفسه اخذته تبلته ويا صفحه المواد، يعني حتى لا اروح وارجع اكسب وقت، فتبلتهن على السريع هناك ويا المواد، ذبيت ملح وفلفل وليمون وبرش الليمون وثوم. الأغلبية هو يستحق يكون بهاي المرحلة، الأغلبية الثانية هو كان عنده هفوات بسيطة دخلت لهاي المرحلة، أكو بعض منهم جاي يشتغل الآن بصورة صحيحة، وأكو بعض الآخر عنده شوية بالتكنيكات شوية خاطئة، إن شاء الله يعديها ويحاول يعدلها.
أول شيء قطعت صدر الدجاج وطرقته، كان طرقات الدجاج خفيفة حتى ما أوصل الثيكنس رفيع، مرت أوصل إنه تتيبس قطعة الدجاج معايا، كان الثيكنس ماله شوية مرتفع. تبلته بالتوابل الرسمية اللي هي ملح وفلفل أسود وبابريكا وثم طحون وليمون وقشر ليمون وزيت زيتون، بعدها طحين وبيض وبقسم والقلي على درجة حرارة 180 طبيعية، بعدها تنصى تقل إلى 160 حتى نحصل على الكريسبي من برا واستواء الدجاج طبيعي من الداخل. طبعاً يستحقون هاي مرحلة الخطر. إحنا اليوم ما نظلم أحد. جاي يشتغل فؤاد الدين، جاي يشتغل صحيح، وعندك مصطفى كذلك جاي يشتغل صحيح. اشتغلت سكالوب، شرحت الدجاج ودقيته وتبلته تبلت بهارات الزنجبيل وبابريكا والثوم والبصل والليمون والثوم المعجون الثوم، وخليته شوية يتبل ياخذ تتبيله، وقرشلته بالبقسم مالته وقليته على درجة حرارة 180، قدمت وياه خضار السوتية. والله اختبار سهل ومو سهل، يعني بيه شوية تكتيكات وبيه شوية نظرة لتركيز. والله لما طلع لنا سكالوب دجاج، هو السكالوب شوية ينراد لتكنيك وينراد لتركيز و ترتيب للعمل. بداية كنت يعني مرتب العمل بس شوية لخبطت بالبهارات، وشوية كان مدة انه ابين واطلع الطبق بافضل صورة، لكن شوية بس مع هذا الحمد لله يعني كملته وكنت مقتنع به وبطعمه ومتأكد منه ومن طعمه، لانه انا يعني مارس هاي المارس لهذا الطبق يعني كثير من المرات مو مرة. صراحة انه اني هسه دا اشتغل كل ما عندي امد اعبر هاي المرحلة واكون قدها، راح تفاجئون بالجاي ان شاء الله. اشتغلت السكالوب دجاج، اول شيء قطعته ودقيته وتبلته، بعدين اشتغلت السوتيه، كل اخطائي ركزت عليها من الحلقات الاولى واشتغلت عليها. كانت عندي اول خطا بالحلقه الاولى طماطه شوحتها، قال لي شيف حيدر لو تحطها وياها البلسمك اورجانو، فجت ببالي انه اي خطا سويته راح لازم اثبت وجودي بها المره، فسويت على طماطه وشوحتها وحطيت الاورجانو. استحق اكون مرحله الخطر بس ان شاء الله نطلع منها. السكالوب اشتغلت باستقتال، اخذت الدجاج طبيعي شرحته، سويت قطعتين دقيته تبلته وقليته، طلع الصراحه يعني انا والله ما ضقت عجبني. مرحبا مشاهدينا، شفنا اداء وسرعه مشتركين الستة باختبار اليوم، وكأنه دا يقولون لجنة التحكيم شوفونا ترى احنا قدها، بس بالنهاية الرأي يبقى إلى لجنة التحكيم
على تحضير طبق اليوم. خلي أسأل شيف سوادي عن أداء المشتركين الستة باختبار طبق اليوم. شيف سوادي تفضل. نعم. نبي صراحة يعني كأداء كان متفاوت. يعني هذا اللي موجود عندهم اللي شفناه بالمصنع. بس المفروض هم بهيج وقت بهيج اختبار كان الأفضل. شكرا لك شيف سوادي. خلي أسأل شيف حيدر، هل كان راضي على أداء المشتركين الستة وهم في مرحلة الخطر؟ لو لا تفضل شيف حيدر. أكو تحدي كلش قوي من خلال ما لاحظنا بالاستوديو، وإن شاء الله التيست يكون أفضل. شكرا لك شيف حيدر. شيف بشير، شنو رأيك بأداء المشتركين الستة وهم في مرحلة الخطر؟ هل حسنوا من أدائهم أم بقوا بنفس المستوى لو رجعوا لورا؟ بصراحة أكو أخطاء كبيرة صارت. أكو ناس كانت أعتقد يدخلون بمرحلة اليأس، وأكو البعض الثاني وكأنما مو هو، وكأنما كان هو اللي هو القوقعة وخرج من هاي القوقعة. أكو البعض الثاني كان داخل يأس للأسف الشديد. شكرا لك شيف بشير. مشاهدينا، شفنا بالاختبارات السابقة كانت آراء الحكام على الأطباق قبل التذوق آراء حلوة، لكن بعد التذوق اختلفت. عسى ولعل إنه اليوم آراء لجنة التحكيم تختلف بعد تذوق أطباق المشتركين الستة. خليكم ويانا حتى نعرف شنو راح تكون آراء لجنة التحكيم. مصطفى، شلون اشتغلت الاسكالو؟ شيف اشتغلت بالطحين والبياض والبقسم، وتبلت الدجاج بالملح فلفل بشر مال ليمون وعصرة ليمون وحليب، وبصل بودرة خليته. حليب وين خليته؟ بالتتبيلة مالته. مروة، شلون اشتغلتي الاسكالوب؟ تبلت الدجاج بعد ما طرقته، طبعا قصيت شرائح الدجاج بالوسط وطرقته طرقات خفيفه مو قويه، وتبلته ملح وفلفل اسود وبابريكا قليل وليمون برش ليمون وشويه زيت زيتون، وبعدين قليته بدرجه حراره 180، بعدها نزلت الحراره الى 160، وسويت الخضار السوتي على البخار، بعدها بزبده واوريجانو وملح. Thank you.
تفضل. شلون اشتغلت عبد الرحمن؟ شرحت الدجاج ودقيته وتبلته بالزنجبيل والثوم والبابريكا والفلفل الاسود شويه ليمون والثوم. آسف. شرحت الدجاج ودقيته وتبلته بالثوم والفلفل الاسود والبصل والبابريكا والليمون والثوم. ثوم يعني معجون ثوم. شلون اشتغلت الاسكالوب هذا؟ شرحت الصدر ودقيته بصوره متساويه وبهرته ببابريكا وكزبره وزنجبيل وثوم وبصل بودر وبخصمته بالبيض، البيض همين بهرته. ايش في البيض؟ البيض بهرته لحتى تروح الزفر مالته وبخصمته بالبخصم وقليته بدرجة حرارة 180. سولف عاد. قطعت او شرحت الدجاج، طرقته، تبلته ملح وفلفل اسود، زنجبيل وثوم مطحون وبابريكا، وبعدين البقسماط هم خليت له بهارات والبيض انبهرته وطحين بيض بقسماط وقلعت. أول شيء قطعت الدجاج، دقيته وتبلته بحليب وزنجبيل وثوم مهروس، فلفل وملح. سويت السوتيه على بخار المي،
شواحط طماطم كرزية وحطيت لها خل البلسمك وملح وأرقان. احنا كمهنيين كأهل مصلحة اكو ناس ما خليها بالبال ابدع، يعني حتى اثناء التدريب قلنا هذا يمكن فتشي لا ابالي وهذا، بس شفناه مبدع. كذلك اكو بعض المتدربين كنت خال عليهم اشارة بان ذول جيدين ابدعوا خلال هذه الاختبارات. شعور حلو وانا اشوف المشتركين يتنافسون والكل يطمح يكون انه هو الافضل، الحماس دائما موجود اللي هو بحوالينا، شعور هذا كلش حلو كان. والله حماس وقوة عندهم، والمشتركين جدا محترمين وجاي نشوفهم يتطورون يوم عن يوم، وهذا الحماس اللي بداخلهم جاي يحفزنا انه نتابع البرنامج اكثر واكثر. مشاهدينا، بعد ما لجنة التحكيم تذوقت أطباق المشتركين الستة اللي هم في مرحلة الخطر، هسه ننتظر النتائج من الكنترول على المشتركين الستة. أطلب من علي، عبد الرحمن، تفضلوا، مصطفى، تفضل. علي، اللغة الإسبانية بدون توابل ما راح تفيد مصنع مشروع شيف. مصنعنا لازم تعرف به هواية لغات حتى تقدر تجتاز مصنع مشروع شيف. ولغات مصنعنا غير اللي تعلمتها بكلية الآداب. عبد الرحمن، شفت هواية صعوبات بحياتك واشتغلت بهواية مطاعم، وشفت بالأخير إنه المنقذ الوحيد لعبد الرحمن هو مشروع شيف. مصطفى، من عامل بسيط إلى بسطية في الشارع إلى عامل في المطاعم وبالأخير داخل مصنع مشروع شيف، واللي رسمت بهذا المصنع كل آمالك وأحلامك. منو بيكم راح يبقى ومنو اللي راح يغادر؟ احنا بانتظار النتيجة من الكنترول حتى نعرف من اللي راح يبقى ومن اللي راح يغادر اليوم مصنع مشروع شيف. عبد الرحمن،
مبروك، راح تبقى ويانا داخل مصنع مشروع شيف. مصطفى، حاولت كثير، حاولت إرضاء لجنة التحكيم، لكن لجنة التحكيم قررت أن تبقى للمرحلة القادمة. علي، حاولت كثير بس أكل البيت مو مثل الأكل اللي ينطبخ في مصنع مشروع شيف. علي، لجنة التحكيم قررت استبعادك من مصنع مشروع شيف. تفضلوا. أطلب من شوكة، فؤاد الدين ومروة، تفضلوا. مروة، قبلتي بأن تتنازلين عن لقب المهندسة مقابل لقب شيف، وشفتي أنه لقب الشيف في مصنع مشروع شيف شقد صعب الحصول على هذا اللقب. فؤاد الدين، تركت عملك واتجهت إلى مصنع مشروع شيف، وعدت المرحوم والدك أنه تبقي اسمه موجود دائماً في عالم الطبخ. حاولت بكل جهد أن تقدم أفضل الأطباق إلى لجنة التحكيم وأن ترضيهم. شوكت، لعبت الملاكمة وكمال الأجسام في الجيم، لكن لعبة الطهي ما ترهم إلها العضلات والضربات القاسية. حاولت بكل جهد أن تقدم الأفضل في مصنع مشروع شيف، شوكت، القرار كان جدا صعب إلى لجنة التحكيم اليوم، لكن قرروا إنه تبقى بالمرحلة القادمة. فؤاد الدين، قدمت كثير لكن اللجنة ما كانت راضية، واللي ساعدك إنه مروة كانت أضعف منك في تقديم الأطباق وإرضاء لجنة التحكيم. مروة، أنت خارج مشروع شيف. لا حبيبي، شد حيلك عمك. هيدا خطر، شد حيلك. لا ولا بطل عليك. وصلت هنا، يعني انت مشروع شيف، اوكي؟ ابقى كمل، شد نفسك، واشتغل على روحك هواية، اوكي؟ هلا انت بطل، بطل لما وصلت هاي المرحلة. كيف؟ واشتغل على نفسك وهاي المرحلة قوتك أكثر. ماشي؟
انت بطل اقول يا الله، ترى دخولك كافي المشروع شيف. فخر الي والله. احنا فخرنا. فخر الي انه البنات اللي مقدمين هوايه وانتم كنتوا بس اثنين بمشروع شيف. يجوز اني غلطت كثير شغلات. اوكي. انت بطلة. قدامك فرصة أكبر. شدي حيلك. وأرجع. وتكونين الأفضل إن شاء الله. مرة ثانية. وثالثة ورابعة. اوكي. انت نار. تعلمتي هواية. استمري. كل هواية تعلمت. وحتوصلين أكيد. إن شاء الله. راح أحاول مرة ثانية ثالثة مرة. شعور خوف رهبة يعني ما تريد تصير هذا الشيء يعني إيش قد ما تريد تطلع من البرنامج أنت عينك على اللقب يعني الكل على اللقب ف شعور ما أتمنى على أي أحد مشروع شيف إن شاء الله همين ما أخذلهم وأبدي منه هذا يكون أساسي وانطلق بي أطور نفسي وهم أرجع لكم إن شاء الله نقول أستا لا فيستا بالإسباني يعني إلى اللقاء مؤقتا راجعين هو ما أعرف يعني شعور ما أعرف شلون أوصفه لأن كان حلم يعني أنا جن عندي حلم إنه أوصل لمستوى حتى أكون شيف أنا ما دخلت مشروع شيف لي مثل ما بقي دخله ودخلت حتى أتعلم من الشيفات الأشياء الستاندر أو الرسمية اللي لازم أتعلمها حتى أصير شيف أو حتى أصل بالمستوى المطلوب إذا أريد أني أصير شيف ما قصروا الشيفات وأنا أتعلمنا منهم بما فيه الكفاية الشعور اللي حسيته وقت سمعت أنه أني خارج مشروع شيف هو يعني شلون اوصفه شيء حزين اوكي انا حزنت لان انا كنت اريد اوصل لاني تعلمت وتدربت هواي على يد الشفات فكنت اريد اوصل للمستوى اللي كنت اطمح به واللي احلم به بس اوكي مو مشكله والدتي قولها ان شاء الله ان شاء الله عجبك اللي وصلت له يعني الاطباق حاولت بيها بكل جهدي بس ان شاء الله ما خذلتك وهاي بدايتي ان شاء الله تشوفيني وشايفه التطور اللي صار لي انا تركت زوجي واطفالي طبعا اطفالي لوحدهم انا عايشه محافظتي وبيتي لوحدي فابوهم يطلع على الشغل يتركهم لوحدهم هذا كان اصعب اختبار لي يعني يمكن أصعب من هاي الاختبارات اللي مريت بيها إنه أنا أطفالي متروكين بالبيت لوحدهم جازفت بهذا الشيء الخاطر إني أنا أكمل مشواري بمشروع شيف قاومت ويوميا أتصل بأطفالي من يرجع أبوهم على البيت بس أقويهم أقولهم ما يخالف تحملوا ويوميا يقولوا لي ماما يلا شو وقت تطلعين بالمسابقة شو وقت بنشوفك على التلفزيون ماما اوكي احنا نقبل نبقى وحدنا مو مشكله بس حتى انتي تفوزين بالمسابقه هذا الشيء الوحيد اللي كان اصعب تحدي لي واصعب اختبار احب اقول لهم ماما شكرا لان انتوا تحملتوا هذا الشيء ولانه انتوا قاومتوا احب اقول لزوجي اني اشكرك كلش وعشت ايدك قاومت وساعدتني هوايه بهاي المرحله انه انت اعتنيت بالاطفال وخليت بالك عليهم بهذه الفتره اللي انا جيت بها بعيد عنه مروه وعلي انتم دخولكم المشروع شيف هو نجاح لكم مو معناته انتم من طلعتم من مشروع شيف انتم خسرتوا لا صدقوني انتم نجاح كل لحظه وكل دقيقه كنتوا ويانا هاي معلومات كلش كافيه انتم استفاديتوا انتم ابطال انا متاكد راح يطلع من عندكم شيء احسن اللي قدمتوه مروة وعلي السبب ما التزموا بقوانين البرنامج احنا لما علمناهم الشيء الصحيح
فكانت بالنسبه لمروه كانت خايفه جدا، وبالنسبه لعلي كان تايه، كل شيء ما قدر يسوي لنفسه. علي والمروه اتمنى لهم الموفقيه والنجاح بحياتهم المهنيه والاجتماعيه، ويستاهلون اكثر ان شاء الله. مروه علي انه لا يأيسون، هي ما خلصت، انه اطول عليهم وبدعوا، كانوا منافسين اقوياء، من طلعوا منا مو معناه خلاص انه هذا هو، نطول عليهم والله يوفقهم ان شاء الله. سعيدين كلش ان تعرفنا على هيك ناس طيبين، وهاي محطه من محطات الحياه ولا توقفون، وطريق طويل واسعوا ولا توقفون.